قراية وتحضير كولر للفريق إجمالا في بطولة زي كأس العالم، واختياراته للتكتيك والطريقة والتشكيل، اختياراته للعناصر اللي واجهت اتحاد جدة واللي واجهت فلومينينزي، لا هو تقراها ازاي او تقيمها اقراها ازاي؟ ان هو عاوز اولا نص الملعب يضمنه بلعيبه فوتبولر حريفه بيمسكوا وما بيفقدوش الكره كتير. فكان منزل الاثنين، كان مروان بدليل مروان اختاروه احسن لاعب في المباراه. ماتش اتحاد جدة ما هو كان هو ده. كان مظبوط. مين اللي بيلعب كوكا جنبه؟ صغير متحمس يسمع الكلام مجدي فلسفش رغم ان هو صغير واصغر واحد. وكان واحد من نجوم المباراة بصراحة. طيب ليه؟ لان الصغير ده ما بيتفلسفش، بيعاوز بيعمل واحد زائد واحد يساوي اتنين. فهو لعب بالاتنين دول. طبعا كوكا لما حصلت له مش هقول اصابه، حاجه بسيطه هتاثر عليه، راح منزل اكرم توفيق. واكرم توفيق لا يقل، لان اكرم توفيق برضه طبعا فوتبولر وده كان مكانه الطبيعي. صحيح، بس الاثنين بالنسبه لجمهور الاهلي في بطوله زي دي كانوا مفاجاه. يعني اكرم ما فيش خلاف عليه، يعني ما حدش يختلف على امكانيات اكرم توفيق، وكوكا صعد واعد، ومش بس من بطوله كاس العالم، من قبل كده كمان. بالظبط. لكن كان الاقرب او تفكير الجمهور يعني انه في ماتش اتحاد جده ديانج مسمار في نص الملعب، طب غاب كوكا والراجل غامر، قصدي يعني شارك كوكا واتصاب، وكانت مغامره بالنسبه لجماهير الاهلي انه الراجل يختار كوكا، فغاب كوكا في ماتش فلومينينزي، فلقينا انه الطبيعي برضو فكرت الناس كلها انه ديانج موجود يا جماعه، فلقينا اكرم توفيق. هو لان كوكا واكرم عندهم القدره على استخلاص الكره من القسم زي ديانج، وعندهم القدره بقى في انهم يلعبوا الكره بدون فلسفه. ديانج بياخد الكره وبيقطع وبيزيد وكده، هو مش عايزهم يزيدوا، على اساس امام عاشور في الحته دي بيسيبه يتحرك يمين وشمال ويروح وكده. فهو كان عايز ناس اكثر التزاما، اكثر فيعني هو فكرها. وهو اكيد المدرب بيبقى حاسس بفرقته، عارف ديانج فايق مش فايق، مش ممكن يكون حاسس ان هو احسن منهم وهو هيعمل اي حاجه كده يغير بيهم. لكن انا حزين للنتيجه وليس حزين على الاداء. الأداء الاداء يعني، بس الاداء وانا عارف نهايه المطاف، الهدفين اللي هم احنا برضو الثلاث اجوان اللي جبناهم في التحدي ده، ضرب الجزاء علي معلول خلاص تمام، ورغم ان علي معلول في ضربه جزاء طلعتنا من افريقيا مظبوط، سان داونز. لكن هو وعلى ملعبنا، لكن الراجل عنده ثقه في علي معلول، وعلي معلول لاعب كويس ومتزن وفاهم وجبناه. وبعدين الجول الثاني اللي هو حسين الشحات عمل زيها في الماتش ده برضه، عمل اتنين زيها في الماتش ده. بس تفرق بقى هنا المدافعين خبراتهم اتقل، قفلوا الزاويه تكتلوا عليهم الزاويه لا اللي سيبك من المدافعين قفلوا الزاويه، في واحده راحت بس هي كانت في الثمانيات مش على الارض، يعني لو حطها البليسنج العالي كانت صعبه قوي على الجون. والتانيه اللي راحت للحارس كانش فيها هو توفيق مش بصراحه. شايطها، هو بيعملها كده برجله على اساس انها تعدي. لا ما اتحطتش بقوه مباراه الاتحاد، لكن ده فكر ان حاجه بتتكرر يبقى حاجه حفظها، يبقى ما جاتلوش صدفه في ماتش الاتحاد، يبقى هو عارف انه بيعمل كده. لكن مجموعة البرازيل، الناس بيقول لك مثلا البرازيل البرازيل بتلعب البرازيل، لا عادي شيل ضربة الجزاء، الجول اللي في الآخر ده اللي هو اللي هم خلاص جابوه بقى ماتش تقريبا. الكل في الكل يعني. لا البطولة عايزة من الأول، لو احنا من الأول عندنا راس الحربة القادر على ترجمة هذه الفرص، نص الفرص، ربع الفرص، جول جونين خلاص مش هخاف ان الحكم يغلط. لكن انت دلوقتي بتلعب ضد فرقه وحكم لما كمان يغلط ضدك بقت مشكله، بتلعب مع حكم وفرقه.